بس اعتقد يعني لو تسمح لنا خلينا نبتدي من اللي حصل مؤخرا، يعني فكره استقاله كابتن عصام عبد الفتاح من رئاسه لجنه التحكيم ورد الاتحاد المصري لكره القدم على خطاب النادي الاهلي وبالتالي قرار عوده النادي الاهلي للمشاركه في الكاس، يعني اللي حصل ده حضرتك شايفه ازاي؟ بدايه انا عايز احط 10 خطوط تحت رؤيه اداره النادي الاهلي للمواقف الصعبه اللي بيمر بيها، يعني موقف من لجنة التحكيم كان موقف يعني الناس شافته ان هو موقف عصبي شويه، لكن هو في الحقيقه نظره عميقه جدا للحفاظ على حقوق النادي الاهلي. يعني الاهلي ظلم كثير الموسم ده والموسم اللي فات بجانب الاجهاد العالي اللي عليه، لكن مطلوب ان يكون في عداله في الملعب. فار موجود، اداره النادي الاهلي شافت الموقف ساعه الموقف ده ووصلت واصابت فعلا بالفعل الهدف. ان ما يهمناش استقاله عصام عبد الفتاح او غيره، بقدر ما يكون في عداله موجوده منظومه صح موجوده صح في اداره التحكيم للاهلي ولغيره. الاهلي طالب حقه مره واثنين وثلاثه واربعه ومفيش استجابه، طبيعي انا لما ابقى عايز حقي ولسه مفيش رد ومفيش استجابه متكرر تاني في حقي الاخطاء ان انا اخد اجراءات تحفظ لي بقى كرامتي وكياني وغيره وغيره وتبقى مفيده ليا. اعتقد مفيش حد ممكن ان هو يعني يقول ان ده غلط او ان هو يتضايق من حاجه زي كده. لا طبعا في ناس تضايق كتير، هم حرين بقى يتضايقوا، احنا هنشغل بالنا بقى. لا بس يعني بس لا منطق في المضايقه. نظرة يعني. الاهلي ده اللي انا عايز اركز عليه، نظره عميقه جدا طبعا وعادله، ويعني تجاوب معها اتحاد الكوره لانه شايف ان في لخبطه موجوده. هو في راي حضرتك الاصل، تعال نرجع لاصل الحدوته، اتفضل، الاصل اللي حصل والظلم الشبه ممنهج اللي تعرض له النادي الاهلي، بالظبط هي دي النقطه. ليه في راي حضرتك ليه ولصالح مين؟ لصالح مين ده الله اعلم. طيب لا لا بس هو ممنهج فعلا، ما ظبطتش معايا لصالح مين، هجرب حظي في ليه. ليه؟ يعني في نوايا غير عادله، يعني هذا فاركو ده مستغرب له جدا بالذات، يعني من تواجدي في الملاعب سنوات طويله يعني بفترض اخطاء التحكيم مقبوله، لما اصرار على هذا فاركو ان هو تسلل لا يعني منافي للمنطق، خلينا نقولها كده، يعني ده في تعمد. صحيح تعمد، وانا بقولها بشكل صريح ومنهجيه زي ما حضرتك قلت لتعطيل مسيره الاهلي. ليه بقى؟ ايوه ليه بقى؟ ليه بقى؟ يعني الاهلي 42 بطوله كفايه قوي عليه. البعض شايف كده يعني بطوله الدوري 42 كفايه عليه، ده غلط كبير. ده منطق غريب قوي، يعني انا فعلا عايز اقول لحضرتك الكلمه دي احنا بنسمعها كاهلاويه اصلا من اشخاص، كفايه بقى كده بطولات، كفايه بقى كده عليكم الدوري، يعني ايه كفايه طول ما انا قادر اكسب، يعني انت هتستكتر عليا وكاس العالم للانديه، يعني اسمها كده ما تتشطر انت وتحاول توصل لي، ده موروث يعني بدل ما انا يبقى كفايه عليا حاول انت توصل لي. للاسف الشديد، عشان كده الخطوه اللي عملها اتحاد الكوره بنقل مسؤولية إدارة التحكيم لحكم إنجليزي خطوة مهمة جدا جدا جدا، على أمل إن يعود العدالة في التحكيم لجميع الفرق المشاركة في الدوري. بالظبط على الكل طبعا، على الكل، إحنا ما بنقولش على النادي الأهلي بس، أنا بطل مستحق، أنا وصيف مستحق، بالظبط مفيش فرقة هبطت على لأنها مقصرة إلى حد ما، وفرقه صعدت اللي هي مستحقه، فبالتالي انا شايف ان نقل اداره التحكيم للخبير الانجليزي نقطه مهمه جدا، اامل انه يعني يكون يعني هو كمان عادل العدل كبير وينقل عدالته لجميع اسره التحكيم، وده يعني انا برضه بكرر الشكر اداره النادي الاهلي ان هي حركت الميه الراكده وأصابت الهدف، الدوري تقريبا بعيد
بس اصابت هدف ثاني مهم جدا هو تحقيق العداله في المسابقات الكرويه المصريه، ودي نقطه مهمه جدا يا استاذ كريم. طب. لان انت يعني الواحد بيتفرج دلوقتي بشكل مستفز. ايوه ايوه بالظبط، بشكل مستفز جدا. ايدي وايدي وايدي يعني ازاي يعني بصراحه يعني موسم، هو وضع عجيب موسم على بعضه الحقيقه، يعني موسم صعب، موسم صعب واللي فات واللي جاي نتمنى انه ما يكررش. مش الدوري بالاهلي، لا المتعه مش موجوده، لا ما فيش، دي حقيقه متعه مش لان موجودة. العداله غايبه، ما هو ما بيبقاش فيه متعه لما العداله تبقى غايبه. بالظبط كده. طيب.